أول خبر معانا النهاردة هيكون عن استعدادات الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية بالمغرب. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة استلم الكرات الخاصة بالبطولة من الفيفا واللجنة المنظمة، واللاعبين خاضوا تدريباتهم امبارح على ملعب سانيير رمل باستاد تطوان، وشهدت حالة الطقس طبعا أمطار غزيرة زي ما شفنا الأجواء هناك كده كأنها أجواء أوروبية كأس عالم بقى، يعني كان نفسنا بصراحة نبقى هناك الصراحة. احنا متفائلين طبعا بوجود البطولة في المغرب، واللاعبين كلهم عندهم إصرار، ودينا شفنا مروان عطية صرح امبارح وقال إنه بيحلم بإنجاز مع الأهلي، وأيمن أشرف قال إن مشاعرهم ما تختلفش كتير عن مشاعرنا كجماهير، وهدفهم الأول إنجاز جديد وطبعا فرحة النادي الأهلي، فإن شاء الله نحقق إنجاز جديد فعلا يضيف لتاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بإذن الله. أميرة نحقق ده، وإن شاء الله مشوار الأهلي يكلل ببطولة ونجاح زي ما الأهلي معودنا دايما.